أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: معلوم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ولكن سمعت أن بعض الحنابلة يرى أن مرق لحم الإبل ينقض، فهل يصح هذا؟ أبدا ما قال هذا أحد من الحنابلة فيما أعلم أن المرق ينقض، إنما اللحم هو اللي ينقض، اللحم هو الذي ينقض. نعم.